بقى مع حضراتكم دلوقتي للمغرب، حيث الفوز الكبير المهم للفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي حققه طبعا على فريق فاب الكاميروني في اللقاء اللي جمع ما بينهم امبارح يوم السبت ضمن منافسات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه حاليا في مدينه مكناس المغربيه. الاهلي قدم خلال هذه المباراه يعني عرض قوي جدا ونجح في انهاء اللقاء لصالحه بنتيجه 48-23، يعني اكثر من دبل سكور. بالنتيجه دي بيواصل الفريق عروضه القويه بعد ما كان اتغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجوله الاولى من نفس البطوله بنتيجه 46-26، ثم حقق فوزا اخر في منتهى الاهميه على ريد ستار الايفواري بنتيجه 45-26. ده كله خلاه يحقق العلامه الكامله وبالتالي يتاهل الى الدور الرئيسي من البطوله، وطبعا حاجه مشرفه جدا وعظيمه، وبرده مفيش جديد، ده المعتاد من النادي الاهلي.